خلونا نتكلم عن نادينا العظيم، نادينا الكبير، وزيارة من معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للكابتن محمود الخطيب في منزله. الزيارة طبعا أكيد فيها نوع من الاطمئنان على حالة الكابتن محمود الخطيب، وبما أن قيمة وقامة الكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي طبعا كبيرة جدا جدا جدا، فكان لابد من وجود معالي الوزير في منزل الكابتن محمود الخطيب. طبعا بسبب احتواء في البداية أكيد للاطمئنان على صحة الكابتن محمود الخطيب بعد طبعا يعني مشاكل الظهر اللي بتواجه الكابتن محمود الخطيب والعلاج اللي تلقاه في الإسكندرية تحديدا، وأيضا لحل أزمة مباراة الجونة اللي جت بعد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك. زي ما حضراتكم شايفين بعض الصور اللي موجودة من داخل منزل الكابتن محمود الخطيب، لكن طبعا قيمة الكابتن محمود الخطيب وإصراره على وجود مجلس إدارة النادي الأهلي ككل علشان يتم الاجتماع مع معالي الوزير والمناقشة بشكل عام. وطبعا وجود المجلس ده بيدل وبينم على أن الأهلي دايما عيلة واحدة، مجلس واحد، ما ينفعش الأهلي ياخد قرار منفرد. الأهلي لما بياخد قرار لازم ياخد الأهلي قراره ككل. بيتم مناقشة حاليا الأزمة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ويعني وضع حل بسبب بيان النادي الأهلي لعدم خوض مباراة الجونة القادمة يوم الأربعاء على ملعب الجونة. علشان كده بقول لحضراتكم دايما أن النادي الأهلي عمره ما بياخد قرار فردي، لازم القرار يكون جماعي. ووجود معالي الوزير أكيد طبعا يعني أكيد نقدر هذه الزيارة، لكن أيضا زي ما حضراتكم عارفين قيمة الأهلي وقامة الكابتن محمود الخطيب طبعا كلنا عارفين في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي، أكيد طبعا تحتم على سيادة الوزير زيارة الكابتن محمود الخطيب ووضع يعني حل يرضي جميع الأطراف. لكن طبعا لحد الوقت ما فيش أي قرار تم إصداره ولا في أي بيان طلع من النادي الأهلي، وأكيد طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن أي بيان بيكون موجود أو حضراتكم هتعرفوه يا إما من خلال موقع النادي الأهلي الرسمي أو من قناة النادي الأهلي الرسمية. غير كده كله اجتهادات، الكل بيجتهد، لكن طبعا الكل بيجتهد في مصلحة الأهلي وفي حب الأهلي والجمهور مترقب. لكن زي ما حضراتكم عارفين أن يعني بيان النادي الأهلي واضح وصريح، مفيش لعب مباراة جونة لحد اللحظات اللي حضراتكم شايفينها أو لحد حضراتكم اللحظات اللي حضراتكم عايشينها حاليا. لكن طبعا الاجتماع ممتد من يعني صباح اليوم، لكن لحد دلوقتي مفيش أي جديد. أول ما يكون في قرار أكيد حضراتكم هتكونوا أول من تعرفون هذا القرار، سواء على موقع رسمي للنادي الأهلي أو من خلال قناة النادي الأهلي في أي برامج أو أي برنامج من البرامج اللي بتبث على الهواء.